أكد المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش أن مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب في مونديال 2022 لكرة القدم اليوم السبت ستكون بمثابة حياة أو موت، لأن الفوز بميدالية يجعلك بطلا خالدا. وقال كراماريتش خلال مؤتمر صحفي: نفهم متعة الفوز بميدالية في كأس العالم، إنه شيء يبقى معك لبقية حياتك. وقارن أفضل هداف لكرواتيا في قطر المباراة المرتقبة مع تلك التي فازت بها بلاده على هولندا بهدفين مقابل هدف في مونديال 1998 لتحصد البرونزية في أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم كبلد مستقل. وأضاف أندري في التصريح ذاته: إنها مواجهة تاريخية ويجب أن نركز عليها، لدينا الفرصة لتكرار ذلك ولنخبر أطفالنا به يوما ما.